تحياتي، القاهرة للزيوت والصابون وطلب أحد المتابعين، وأنا بشوف إن السهم ده مرشح إنه يكمل هبوط لحد مستويات 2 جنيه و20 قرش، وبعد كده ممكن نقرر نشتري من مستويات 2 جنيه و20 قرش تاني. لكن لو فضل الشراء من المستويات دي، حتى لو رحنا على الـ RSI في ضعف في الزخم، ولو رحنا على المجدي بدأ يحصل ضعف في الزخم، ولو رحنا الفريم صغير شوية عشان نشوف تفاصيل أكتر، فهنلاقي الزخم عندي على المجدي بدأ يقل، بيحصل فيه عن دايفرجنس واضح، وعلى الـ RSI. ليه أنا اخترت المنطقة دي؟ لأن دي منطقة البيجز فور، ودي أول منطقة ممكن نواجهها، وكمان الخط الأوسط للقناة. بس هل ممكن السعر يرتد من المنطقة دي؟ بس أقولك لأ، ممكن السعر يكمل هبوط كمان وينزل لإيد اختبار المنطقة دي كمان، مش شرط يصعد من المنطقة دي. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نجني ارباحنا في الوقت ده، حتى لو السهم صعد صعود بسيط، اجني ارباحنا في الوقت ده. ده وقت مناسب جدا لقني الربح، خصوصا ان الشركة دي من الشركات اللي انا بقلق منها بشكل كبير قوي. وخلينا نروح على فريم المانسلي ونبص بصة، وهقول لي انا بقلق منها. يعني ده مشهد جميل جدا، يعني شفنا الصعود طلع تقريبا من 80 قرش لحد 1.5 جنيه، وبعد كده الاسعار رجعت تاني لحد 10 قروش. يعني ف موضوع يعني صعب جدا جدا ان انت سعر يبقى 1.5 جنيه وينزل ل10 قروش. يعني ف ده موضوع يخوف. يبقى انا السهم ده من الافضل انتظر ان يحصل هبوط تصحيحي لإعادة اختبارات المستويات اللي هي عند ال 220 قرش، وبعد كده شو 220 قرش وبعد كده مش عارف انا القروش دي مش شغاله معايا، عماله 2 جنيه، بس هي 220 قرش. فانا عايز اعيد اختبار منطقه ال 220 قرش واشوف رده فعل ايجابيه عند المنطقه دي، وانا اتوقع انها ممكن ترتد من 220 قرش. لكن الشراء من المستويات الحاليه اعتقد مبالغه، فننتظر تصحيح محترم يوازي كل الصعود ده. يعني احنا حصل عندنا كل الصعود ده، انا عايز له تصحيح. يعني انا صعدت كل ده، فعايز تصحيح مناسب لكل موجة الصعود دي اللي حصلت. ف من الافضل اللي احنا نصبر لحد ما يحصل تصحيح محترم، نوصل على الاقل لمناطق ال 220 قرش، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. خصوصا ان انا عندي المنطقه دي منطقه مهمه جدا، اللي ممكن حتى لو الاسعار هبطت هتواجه المنطقه دي اللي هي ال 180 قرش. ف المنطقه مهمه جدا برضو يعني. فخلينا بس ننتظر نشوف هيكله الهبوط التصحيح اللي هيحصل، وبعد كده ناخد قرار بالشراء تاني وعادة الشراء واستثمار في السهم. وبالتوفيق.